جفاف النيل عندما أكل المصريون لحوم البشر. تواجه مصر منذ 7 سنوات وحتى يومنا هذا إحدى أخطر التحديات الكبرى التي قد تتسبب في خسائر فادحة على مستوى البشر والعمران والزراعة في مصر. تلك الخسائر التي تذكرنا بكوارث التاريخ الكبرى مثل المجاعات والطواعين والأوبئة التي كان لها أثرها الفادح على مسيرة الحضارة. بل إن مصر مرت ببعض هذه الخسائر حين جف النيل وتوقف عن الجريان في حوادث عدة، لعل أشهرها تلك التي وقعت في زمن الخليفة الفاطمي المستنصر بالله، والذي عرفت سنوات محنته بالشدة المستنصرية، ولا يزال العقل الجمعي في مصر مستحضرا تلك المحنة بعد 1000 سنة من حدوثها نتيجة بشاعتها وقسوتها. ويعيد فشل مفاوضات سد النهضة قبل أيام معدودة بين 2 وزراء الري في كل من إثيوبيا، مصر والسودان، بعيد بعث تلك المخاوف التي تعثر الوصول لاتفاق عادل ومتوازن بحسب الرئاسة المصرية، وهو التصريح الذي تزامن مع رفض وزير الري الإثيوبي تقديم أي ضمانات وفق الشروط المصرية لانسياب مياه نهر النيل. يؤكد التاريخ لنا أنه لا يمكن للعقل البشري تصور أن تحيا بلاد كمصر دون النيل، وقد ورد أنه لما فتح عمرو بن العاص مصر عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يلقي أهلها من الغلاء عند وقوف النيل عن حده في مقياس لهم فضلا عن تقاصره، وإن فرط الاستشعار يدعوهم إلى الاحتكار، وأن الاحتكار يدعو إلى تصاعد الأسعار بغير قحط. فكتب عمر إلى عمرو يسأله عن شرح الحال، فأجابه: إني وجدت ما تروى به مصر حتى لا يقحط أهلها 14 ذراعا، والحد الذي يروى منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم، ويبقى عندهم قوت سنة أخرى 16 ذراعا، والنهايتان المخوفتان في الزيادة والنقصان وهما الظمأ والاستئجار 12 ذراعا في النقصان و18 ذراعا في الزيادة. واستمر الوضع على ذلك في مصر مع النيل 14 ذراعا كحد أدنى، وهو الحد الذي ما إن نقص حتى تحل المجاعة وترتفع الأسعار، وإن زاد أغرق مصر وأنتج مجاعة أخرى بغلاء الأسعار إثر غرق المحاصيل. ومن أجل ذلك ارتبطت الحياة في مصر بالنيل، فلا حياة دون النيل. والأمثلة على ذلك من التاريخ لا تحصى، لعل أشهرها تلك الحادثة الشنيعة التي وقعت سنة 1201، والتي ذكرها المقريزي وابن تغري بردي والبغدادي في تواريخهم، حين انخفض النيل عن الجريان ل3 سنوات كاملة، وعم مصر القحط والغلاء الشديد في تلك المحنة. اضطر أهل مصر لفعل أشياء ما كان يمكن أن يصدقها العقل البشري لولا تواترها في التواريخ بتفاصيل دقيقة من مؤرخين على درجة كبيرة من الموضوعية، لا سيما المقريزي وابن تغري بردي. ومن المهم أن نأتي بنص المقريزي كاملا لنرى أثر النيل في حياة المصريين، والذي مثل حينها سبب سعادتهم ورغدهم واطمئنانهم، وهو السبب الرئيسي أيضا في تكوين سوسيولوجيا الإنسان المصري ونفسيته عبر التاريخ، وكيف تتغير أخلاق المصريين بانخفاض النيل وقلة المياه. يقول المقريزي في تلك المأساة التي استمرت منذ سنة 1200 إلى 1202، وفيها تعذرت الأقوات بديار مصر وتزايدت الأسعار وعظم الغلاء حتى أكل الناس الميتات وأكل بعضهم بعضا، وتبع ذلك فناء عظيم، وابتدأ الغلاء من أول العام وتمادى الحال 3 سنين متوالية، لا يمد النيل فيها إلا مدا يسيرا حتى عدمت الأقوات، وخرج من مصر عالم كبير بأهليهم وأولادهم إلى الشام فماتوا في الطرقات جوعا. وشنع الموت في الأغنياء والفقراء، فبلغ من كفنه السلطان العادل الأيوبي من الأموات في مدة يسيرة نحو من 200 ألف إنسان و20 ألف إنسان، وأكلت الكلاب بأسرها، وأكل من الأطفال خلق كثير، فكان الصغير يشويه أبواه ويأكلانه بعد موته، وصار هذا الفعل لكثرته بحيث لا ينكر، ثم صار الناس يحتال بعضهم على بعض
ويؤخذ من قدر عليه فيؤكل، وإذا غلب القوي ضعيفا ذبحه وأكله. وفقد كثير من الأطباء لكثرة من كان يستدعيهم إلى المرضى، فإن صار الطبيب إلى داره ذبحه وأكله. ويسوق المقريزي قصة مفجعة لطبيب تمكن من النجاة بأعجوبة في تلك الكارثة بقوله: واتفق أن شخصا استدعى طبيبا فخافه الطبيب وسار معه على تخوف، فصار ذلك الشخص يكثر في طريقه من ذكر الله تعالى، ولا يكاد يمر بفقير إلا ويتصدق عليه، حتى وصل إلى الدار فإذا هي خربة. فارتاب الطبيب مما رأى، وبينما هو يريد الدخول إليها، إذ خرج رجل من الخربة قال للشخص الذي قد أحضر الطبيب: من هذا البط جئت لنا بصيد واحدة؟ فارتاع الطبيب وفر على وجهه هاربا، فلولا عناية الله به وسرعة عدوه لقبض عليه. ويكمل المقريزي سرده لمشاهد الخراب التي حلت في القاهرة الكبرى، حتى صار الناس يأكلون أولادهم فعليا دون مبالغة بقوله: خلت مدينة القاهرة ومصر الفسطاط أكثر أهلها، وصار من يموت لا يجد من يواريه، فيصير عدة أشهر حتى يؤكل أو يبلى. وقدم إلى القاهرة ومصر من أهل القرى الريف خلق كثير، وكثر الجوع وعدم القوت، حتى أكلت صغار بني آدم، فكان الأب يأكل ابنه مشويا ومطبوخا، وكذلك الأم. وظفر الحاكم منهم بمجاعة فعاقبوهم حتى أعياهم ذلك وفشى الأمر. فكانت المرأة توجد وقد خبأت في عبها كتف الصغير أو فخذه، وكذلك الرجل. وكان بعضهم يدخل بيت جاره فيجد القدر على النار فينتظرها حتى تنزل ليأكل منها، فإذا فيها لحم الأطفال. وأكثر ما كان يوجد ذلك في أكابر البيوت، ويوجد النساء والرجال في الأسواق والطرقات ومعهم لحوم الأطفال. وأحرق في أقل من شهرين 30 امرأة وجد معهن لحوم الأطفال. لما فشى ذلك حتى اتخذه الناس غذاء وعشاء وألفوه، وقد منعهم منه فإنهم لم يجدوا شيئا من القوت، لا الحبوب ولا الخضروات. لكن كان لهذا البلاء العظيم أثره على التعداد السكاني للمصريين، حيث قل بصورة كبيرة للغاية. فضلا عن تأثيره الاقتصادي على حياة من تبقى من الناس، فقد كان الناس قد فنوا، بحيث بقي من أهل القرية الذين كانوا 500 نفر إما نفران أو ثلاثة، فلم تجد الجسور من يقوم بها ولا القرى من يعمل مصالحها، وعدمت وجافة الطرقات بمصر والقاهرة وقراهم، ثم أكلت الدودة ما زرع فلم يجد من التقاوى. ودخلت سنة 97 و500 والناس تأكل الأطفال، وقد صار أكلهم طبعا وعادة، وضجر الحكام من تأديبهم، وأبيع القمح إن وجد ب8 دنانير ذهبية الأردب، والشعير والفول ب6 دنانير ذهبية. وعدم الدجاج من أرض مصر، فجلبه رجل من الشام وباع كل فروج ب100 درهم وكل بيضتين بدرهم. هذا وجميع الأفران تقد بأخشاب المساكين، حتى دخلت سنة 98 وكان كثير من المساتير يخرجون ليلا ويأخذون أخشاب الدور الخالية ويبيعونها نهارا. وكانت أزقة القاهرة ومصر لا يوجد بها إلا مساكن قليلة، ولم يبق بمصر عامر إلا شط النيل. وكانت أهل القرى تخرج للحرث فيموت الرجل وهو ماسك المحراث. هذه بعض المشاهد المروعة التي ساقها مؤلف ثقة كالعلامة تقي الدين المقريزي، تبين مقدار الكارثة التي حلت بمصر في نهاية القرن السادس الهجري جراء توقف النيل عن الجريان ل3 سنوات متتالية. وهي حقيقة تاريخية تؤكد انعدام الحياة في مصر بمجرد انخفاض النيل عن جريانه الطبيعي. علاقات مصر وإثيوبيا. في عام 1941 أعلن استقلال الحبشة، واستعادت إثيوبيا السيادة الكاملة بعد توقيع الاتفاق الأنجلو إثيوبي في ديسمبر من سنة 1944، وأرتقى هيلا سيلاسي الحكم، والذي حكم بين سنتي 1941 و1974.
كانت العلاقات الإثيوبية المصرية على درجة من القوة والمتانة في عصر عبد الناصر وسيلاسي، ولعل هذه المتانة تعود إلى ارتباط الكنيسة الحبشية حتى عام 1959 بالكنيسة المصرية قبل أن ينفصلا. لكن بدأ الصدام مبكرا في الخمسينيات حين علم المصريون أن إثيوبيا ستشرع في بناء سد سيساباي، فأرسل عبد الناصر وزير خارجيته محمود فوزي إلى إثيوبيا محذرا إياها من المساس بحصة مصر من مياه النيل، الأمر الذي قبلته إثيوبيا لضعف مواردها ولقوة العلاقات مع مصر حينذاك. على أن هذه العلاقات بدأت في التغير في عهد أنور السادات، حيث انضمت مصر إلى تحالف صفاري المضاد سنة 1975، والذي اعتبره مانجستو ميريام الزعيم الجديد المنقلب على سيلاسي آنذاك مؤامرة مصرية ضد إثيوبيا. وحين رأى السادات بعض المحاولات الإثيوبية المضادة لبناء عدد من السدود، خرج بتصريحه الشهير: إننا لن ننتظر حتى نموت من العطش، بل سنذهب لنموت هناك في إثيوبيا. واستمرت بعد ذلك العلاقات المصرية الإثيوبية شكلية فقط، حتى حدوث بعض التوترات في عهد حسني مبارك. ما هي قصة بناء السدود الإثيوبية؟ كانت المحاولة الأولى والحقيقية لإنشاء خزان يحول دون تدفق مياه النيل إلى مصر والسودان قد بدأت مع القرن العشرين، فقد شغل مشروع بناء خزان بحيرة تسانا الحكومة المصرية والرأي العام المصري فترة طويلة بلغت أقصاها سنة 1933، عندما عقد مؤتمر في أديس أبابا ضم مصر وأثيوبيا والسودان والشركة الهندوسية الأمريكية التي أسند إليها بناء مشروع هذا الخزان. وكانت بريطانيا وراء هذا المشروع الذي اهتمت به كثيرا لأمور سياسية بحتة، هي الحفاظ على نفوذها ومصالحها في أثيوبيا وحماية منابع النيل الأثيوبية من أطماع الدول فيها. ظلت بريطانيا تحرص دائما على أن تظل منابع النيل الأثيوبية في مأمن من وقوعها في أيدي أجنبية قد تكون معادية لها وبالتالي يضر بمركزها في مصر والسودان، كما تضر الزراعة وسكان هاتين البلدين. على أن اعتراض مصر والسودان على هذا المشروع لاقى آذانا مصغية لدى الجانب البريطاني الذي كان يحتل هاتين الدولتين، ومن ثم وأدى المشروع في حينه لا سيما مع تكلفته الباهظة للغاية. منذ سنة 1981 سعت إثيوبيا لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية، وقامت بالفعل بتنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع سد فيشا أحد روافد النيل الأزرق، والذي يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب سنويا، ومشروع سنيت على أحد روافد نهر عطبرة، ومشروع خور الفاشن الذي يقع أقصى شرق إثيوبيا ويؤثر في المياه التي تصل إلى مصر بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب، ومشروع الليبرو على نهر السوباط، وأخيرا قامت باستكمال إنشاء أعلى سد في القارة الإفريقية على منابع النيل، وهو سد تيكيزي الذي يبلغ ارتفاعه 188 مترا، وذلك في شهر فبراير من سنة 2009، والذي يقوم بحجز 9 مليارات متر مكعب من المياه. على أن أخطر تلك الأزمات التي وقعت بين دول المنبع ودول المصب بدأت في الظهور تدريجيا على السطح في ماي من سنة 2009 بعد المؤتمر الذي عقده وزراء مياه دول حوض النيل في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، عندما طالبت مصر بالالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أي مشروعات مائية على ضفاف النيل، وذلك بالاتفاق مع ما ينص عليه القانون الدولي من ضرورة التزام دول المنبع بعدم إحداث أي ضرر لدول المصب، وبما يتفق مع حقوق مصر التاريخية في حصة مياه النيل. لكن تلك الدول لم تهتم بالاعتراض المصري، وكانت لا تزال حجتها في ذلك أن مصر لم ترجع إلى هذه الدول حين بنت السد العالي وخزان أسوان وقناة توشكي. السد القاتل. كان اجتماع كينشاسا بين دول حوض النيل ما عدا مصر والسودان بداية الصعوبات والتحديات التي انفجرت في وجه السياسة المصرية في العقد الأخير، والتي سيكون لها تأثيرها المباشر على الحياة في مصر في العقود القادمة. ففي آثار الثورة المصرية في 2011 وانشغال المصريين بأنفسهم
بدأت أثيوبيا في بناء أكبر سد على النيل الأزرق، والذي سمي أولا سد الحدود، ثم سد الألفية العظيم، وأخيرا سد النهضة. تعود فكرة إنشاء السد حين وافقت الحكومة الأمريكية على الطلب الإثيوبي في إمكانية التعاون معها للقيام بدراسة شاملة لحوض النيل الأزرق، خاصة بعد عزم مصر على إنشاء السد العالي في ذلك الوقت. وجرى التوقيع على اتفاق رسمي بين الحكومتين في أوت من سنة 1957، ثم كلف مكتب الاستصلاح التابع لوزارة الداخلية الأمريكية للمشاركة في المشروع المشترك بعنوان البرنامج التعاوني للولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا لدراسة حوض النيل الأزرق. واستمرت تلك الدراسة المكثفة للمشروع لمدة 5 سنوات، وكان ذلك إبان بناء السد العالي في مصر. وانتهت تلك الدراسة بتقديم تقرير شامل عن الهيدرولوجيا ونوعية المياه وشكل سطح الأرض والجيولوجيا والمواد المعدنية والمياه الجوفية واستخدام الأرض، وأخيرا الحالة الاجتماعية والاقتصادية. قام المكتب الأمريكي بتحديد 26 موقعا لإنشاء السدود، أهمها 4 سدود على النيل الأزرق الرئيسي: كرادوبي ومابيل ومانداي وسد الحدود النهضة، بإجمالي قدره تخزين 81 مليار متر مكعب. استفادت أثيوبيا من تلك الدراسات الأمريكية السابقة، وبدأت بالفعل في بناء السد على بعد 20 كيلومترا من الحدود السودانية الأثيوبية. واضطرت مصر منذ العام 2011 إلى الدخول في مفاوضات مضنية، ولا تزال مع الجانب الأثيوبي تشترك فيها السودان باعتبارها دولة مصب. وفي مارس 2015 تم الإعلان عن اتفاق المبادئ بين الدول الثلاث، والتي كان مضمونه عدم إيقاع أي أضرار تمس أي من الدول الثلاثة. وبحسب بعض الخبراء، فإن اتفاق المبادئ المبرم بشأن سد النهضة لا يرقى إلى مستوى التعاقد القانوني بين مصر وإثيوبيا، نظرا إلى وجود اتفاق سابق للتفاهم بين البلدين عقد سنة 1993 ولم يتم العمل به، وكانت أثيوبيا قد تعهدت فيه بعدم المساس بحصة مصر المائية أو بناء سدود من دون إخطار مسبق، ولم يتم التزام هذا الاتفاق. إن واقع الحال يؤكد أن سد النهضة سيكون قادرا على تخزين ما مقداره 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، الأمر الذي سيؤثر بصورة مباشرة على حصة المياه القادمة إلى مصر ومقدارها السنوي 55 مليار متر مكعب، والتي لم تعد تلبي كافة التحديات والمتطلبات المصرية، وعلى رأسها الزيادة المضطردة في السكان والبالغة 92 مليون نسمة في إحصاء هذا العام. وفي حوار له على قناة سكاي نيوز العربية في فيفري من 2014، عدد وزير الري المصري السابق محمد علام خطورة سد النهضة على مصر: يأتي على رأسها تبوير مساحات هائلة من الأراضي الزراعية تزيد على 2 مليون فدان في السنوات الثلاث الأولى من ملء سد النهضة، وترتفع إلى 4 مليون فدان في السنة الرابعة والخامسة. كما سيؤدي بناء سد النهضة إلى تفريغ المياه من بحيرة السد العالي ووقف توربينات توليد الكهرباء في جسم السد العالي وخزان أسوان، فضلا عن التدهور الكبير في المزارع السمكية، حيث من المتوقع القضاء على ما نسبته من 50 إلى 75 من المزارع السمكية في مصر. وفي غضون السنة الثالثة من ملء سد النهضة سينتهي مخزون مياه السد العالي الذي ستلجأ إليه مصر لتعويض النقص من حصتها السنوية، التي ستتناقص من 55 مليار متر مكعب إلى 30 مليار متر مكعب سنويا. والأخطر من هذا، بحسب علام، فإن سنوات الجفاف ستؤثر بشدة على مصر، وسترتفع بنسبة بوار الأرض الزراعية إلى 3 مليون فدان أخرى، وستعاني مصر في أثناء التخزين أو التشغيل طويل المدى لسد النهضة من عجز دائم في الحصة النائية، وسيقل منسوب المياه الجوفية في صعيد مصر من 2 إلى 3 متر. وبالنسبة لدلتا مصر في الشمال، ستعاني من ملوحة شديدة تدمر نسبة كبيرة من رقعة الأرض الزراعية في شمال مصر، نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل ودخول مياه البحر الأبيض المتوسط إلى فرعي دمياط ورشيد. ومن المخاطر التي تناولتها بعض الدراسات، وعلى رأسها لجنة العشرة الدولية المكونة من خبراء من البلدان الثلاثة إضافة إلى خبراء دوليين، والتي قدمت تقريرها في منتصف سنة 2013،
أن معامل أمان هذا السد غير معروف على وجه الدقة حتى اللحظة الراهنة، فضلا عن التهديد المحتمل للأمن الإنساني في دولتي المصب. فتذهب التقديرات إلى إمكانية غرق العاصمة السودانية ليكون مستوى المياه 9 أمتار، وربما اكتساح السد العالي في جنوب مصر وخطورة ذلك على السد واحتمالات تصدعه، خاصة أن سد النهضة يقع في منطقة الأخدود الإفريقي العظيم، وهي المنطقة التي ترتفع معها احتمالية حدوث الزلازل والتصدعات. يعتبر النيل الأزرق من منابع النيل في إثيوبيا أهم مرافد لنهر النيل، حيث يمثل ما نسبته 85% من حصة النيل القادمة إلى مصر. وقد أخبرنا التاريخ والواقع أن مجرد انخفاض مياه النيل أو زيادتها تؤثر بصورة مباشرة على كافة مظاهر الحياة في مصر. ولعل بناء السد العالي في فترة الستينيات القرن العشرين كان الهدف من ورائها الاستفادة من الفيضانات القادمة وتعويض النقص في سنوات الجفاف، على أن بناء سد النهضة وسعي إثيوبيا إلى تنفيذ مخططاتها بملء وتخزين بحيرة السد في فترة زمنية قصيرة سيؤدي لا محالة إلى نتائج كارثية على مصر. فهل ستشهد مصر شدة العصر الحديث التي قد تكون أطول مدة وأشد قسوة وقتامة من الشدة المستنصرية التي وقعت قبل 1000 عام؟